السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لحظات الشروق ومغامرة غريبة أو فلوج غريب أول مرة أعمله. أنا ليا كده كام يوم مهتم أوي بمواضيع المشي والجري في البيت، وإن شاء الله أصور لكم فيديوهات كتيرة عن الموضوع ده. المهم دلوقتي بعد ما صليت الفجر طلعت في دماغي كده إن أنا أروح المستشفى بتاعتي مشي. قلت هشوف هي هتاخد قد إيه بالظبط وهقدر ولا مش هقدر، بس إن شاء الله هقدر وهصور لكم الفيديو على خطوات. طبعا مش هصور المسافة كلها، الفيديو هيبقى طويل. انا عامه من بيتي للمستشفى في حدود 12 دقيقه كده بالعربيه، فاتوقع المسافه 8 او 10 كيلو يعني اول مره اعملها. انا عايش طبعا في الكويت والطرق كلها سريعه، ما حدش بيعمل الموضوع ده، كل الناس بتروح بالسيارات بتاعتها او بالعربيات بتاعتها الشغل بتاعهم او حد يوصلهم، محدش بيروح ماشي. الموضوع ده مش موجود هنا غير لو بيتك لازق في الشغل بتاعك مباشره يعني، او انت ساكن فوق او حاجه زي كده. فاول مره اعملها واشوف بقى حد من زمايلي يرجعني اخر ما الشغل او اخر الدوام بتاعنا لما نخلص العصر ان شاء الله تعالى. هرجع مع اي حد، من وقتها الجو هيبقى حر جدا مش هقدر ارجع تاني ماشي. قلت استغل الفرصه الصبح كده نشوف بقى مع بعض لحد ما نوصل ان شاء الله تعالى. هنقطع كام خطوه، هنحرق كام سعر، مع ان الموضوع ده مش مهم بالنسبه لي. والمسافه الاجماليه هتبقى ايه، كام كيلو. طبعا مش هصور المسافه كلها، كل فتره كده يعني هنجمع الفيديو في حدود 10 او 12 دقيقه لو مختصر الرحله اللي احنا ماشيين فيها ايه مع بعض. ندخل مره تانية كده، تقريبا انا مشيت 2 كيلو و200 متر، مشيت 2 كيلو و200 متر، بس شكله الطريق طويل ودبست نفسي ولا ايه مش عارف، ربنا يسهل. لقيت ممشى كده على جنب الطريق، الجنب التاني عديت وماشي فيه دلوقتي لحد ما ينتهي، هستغله شويه بعيد عن الزحمه اللي بره. الموضوع ممتع يعني ولذيذ، وخاصه ان الجو كويس، فربنا يسهل بس الحق اوصل للشغل. انا قدامي ساعه لسه على ميعاد الشغل بتاعي، ان شاء الله نوصل واصور لكم النهايه ان شاء الله. هصور لكم تاني كل 2 كيلو كده نطلع نصور مع بعض ان شاء الله. الجو حلو جدا وبصراحه لازم نستغل الايام دي، الجو جميل جدا وخاصة قبل صيام رمضان، هيبقى صعب الناس تنزل الصبح تمشي، فاللي عنده المقدرة او عنده مكان واللي مش قادر في البيت. انا اول مرة انزل امشي في الشارع يعني، كل حاجة متاحة بس الناس اللي عايزة ايه تشتغل تشتغل. حتى المكان ده قريب من بيتي اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده، وليا تقريبا سنة وشوية ساكن في المكان ده وما فكرتش امشي فيه. ممشى والله مجهز وجميل وزي الفل اهو، روعة يعني، الدنيا شجر وحلوة قوي يعني حاجة تشجع على المشي. إن شاء الله هبقى أنزل أمشي هنا بقى باستمرار بإذن الله تعالى. يلا نقفل بقى الفيديو وبعد 2 كيلو كمان نطلع لما نوصل للخمسة كيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بقى الهوا جامد قوي دلوقتي، دي الدخلة التالتة. قطعت لحد دلوقتي 5 كيلو الحمد لله، تقريبا نص المسافه. احنا بقى بعمل الموضوع ده حلو جدا، الجو حلو، قلت استغل الفرصه بتشجع شويه على المشي، وكده كده هنروح الشغل فمش خسرانين حاجه، نستفيد. وكمان علشان نشجع الناس ونقول للناس اللي احنا اللي بنقوله في الفيديوهات بننفذه يعني. في ناس معتقده ان الاطباء اللي بيطلعوا يتكلموا على اليوتيوب يقولوا اي كلام وخلاص، سواء من ناحيه الاكل او من ناحيه التغذيه. حتى في ناس كتير بتسالني في التعليقات تقول لي انت بتطبق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الحمد لله انا بطبقه قول وفعل يعني، مش تمثيل، ان هي صحتي اهم. انا مش هستفيد حاجه لما اطلع اعمل فيديوهات واقول للناس اي كلام، الموضوع في الاول وفي الاخر ليا. وانا حتى لما بدات في الاول كان الموضوع حاجه خاصه ليا، بس لما ذاكرت اكتر وكده فقلت اعمل فيديوهات تفيد الناس بالعلم اللي ذاكرته والحاجات اللي انا قريتها. لكن كبدايه خالص انا دخلت موضوع التغذيه ده حاجه خاصه ليا انا، تثقيف لنفسي وعشان اهتم بصحتي. ان شاء الله ندخل تاني مع بعض ان شاء الله لما نوصل، ومره قبل ما نوصل ونجمع الفيديو مع بعض كله في النهايه. ويلا تشجعوا بقى وكل واحد فيكم يعمل الرياضه بتاعته. دلوقتي بس انا واقف دقيقه كده بعمل شويه استرتشات كده بنفك العضل. يعني قاعد اعمل شويه استرتشات كده في محطه باص على جنب الطريق، لان انا اول مره امشي المسافه دي اساسا، المسافة الكبيرة دي. بس كده احنا مكملين مع بعض، هانت ان شاء الله يعني تقريبا قطعنا 70% كده من الرحلة ومكملين مع بعض الحمد لله، قربت يعني
مره تانية وتالتة اهو بنشجعكم على ممارسه الرياضه والاكل الصحي الاثنين مع بعض، لان هي بتبقى منظومه. في ناس بتبقى معتقده ان هي الرياضه وخلاص، ان انا ممكن امشي مشوار زي بتاع النهارده ده 6 7 8 كيلو واكل اللي انا عايزه، او اروح الجيم ساعتين ثلاثه واكل اللي انا عايزه. لا، هي بتبقى منظومه كامله مع بعض، اكل ونوم ورياضه، كله بيكمل بعضيه، الجسم مش محتاج حاجه واحده بس. واخيرا الحمد لله وصلنا خلاص، انا على باب المستشفى. فدلوقتي الحمد لله خلاص انا داخل المستشفى بتاعتي قبل الميعاد بتاعي، وهحط لكم دلوقتي تقرير اهو، اقول لكم بالظبط المسافه، واحط لكم كمان الخريطه اللي مشيت عليها. السعرات المحروقه على حسب الساعه او على حسب البرنامج 400 سعر حراري. انا بقول لكم كده ليه؟ انا مش مهم عندي موضوع السعرات، موضوع السعرات الحراريه كام حرقنا، لان دايما كنا بنقول الاساس في التخسيس هو الاكل، لكن الرياضه ليها فوائد صحيه كتير جدا. يعني المسافه الكبيره اللي انا مشيتها دي الحمد لله فوائدها الصحيه عظيمه، 8 كيلو. ما تبصش للسعرات اللي انت هتحرقها، لان هي هتعلي معدل الحرق عندك طول اليوم، وده شيء مهم جدا، بتزود من حساسيه الخلايا الانسولين، بتساعدك في الحياه الصحيه بتاعتك، فوائدها للقلب وحاجات كتيره جدا، مش كل حاجه السعرات الحراريه. تنظيم الاكل والتخسيس 80% منه معتمد على الاكل ثم الرياضه والنوم وبقيه العوامل، لكن 80% من الموضوع معتمد على الاكل. الحمد لله اخيرا وصلنا، وده اخر جزء. اتمنى ان شاء الله يكون الفلوج ده او الفكره دي عجبتكم، قولوا لي رايكم تحت في التعليقات، ولو تحبوا ان احنا نكررها تاني ان شاء الله. 8 كيلو تقريبا قطعتها في ساعة و20 دقيقة. متوسط السرعة كان 5.8 كيلو متر في الساعة، وعدد الخطوات اللي مشيتها لحد دلوقتي 8600 خطوة. طبعا لسه انا في بداية اليوم، فمعايا خطوات تانية همشيها طبعا بقية اليوم، اللي هي الحركة العادية بتاعته، بتوصل على الاقل 10000 خطوة في اليوم الحمد لله تعالى. لقيت الدكتور يحيى زميلي، وده اللي انا هدبسه يوصلني، لان انا زي ما جاي ماشي من البيت بدون السياره، وانا طالعين الظهر طبعا هتكون الجو حر جدا، مش هقدر امشي بصراحه. فالراجل الطيب ده اللي هيتبرع يوصلني ان شاء الله. ان شاء الله. تشرفت دكتور ياسر. الدكتور يحيى مسجلين معاه فيديوهات كتيره جدا قبل كده، هو بيشقر. الدكتور يحيى كمان بالمناسبه هعمل لكم معاه فيديو بعد كده. الراجل ده سخن برده من شهر كده، وجايب عجله وبيسوق عجل دلوقتي، عجل سباق. الرياضه حلوه جدا بصراحه. قول لهم كلمتين على موضوع العجل ده. موضوع، انا اخر مره ركبت عجله من 25 سنه، اخر مره ركبت عجله من 25 سنه، وبعدين طلعت في دماغي مره واحده ان انا خليك كمل بس كمل. طلعت مره واحده في دماغي ان ارجع اسوق عجل تاني واجرب، وسبحان الله جبت عجله وبدات اسوق فيها، ولقيت ان هي من الرياضات الجميله جدا اللي بتفيد الجسم جدا، وبتحس براحه بعدها نفسيه كمان، بتطلع الشحنه السلبيه اللي جواك. اخر مره مشيت بالعجله كانت 22 كيلو، فبنحاول برضه نكسر الارقام دي ونتحسن بالوقت ان شاء الله. يا جدعان الصيادله جامدين بصراحه، عاملين شغل والله. عجل وماشي، عجل وماشي وجري، وحاجه حلوه قوي. يلا استودعكم الله.